جامعة الدول العربية تعد أحد أقدم المنظومات العربية التي قامت ولا زالت بجهود هامة لدعم دولها الأعضاء لتنفيذ سياسات وبرامج تسعى إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم بشكل كامل في المجتمع والاستفادة بالقدرات الهائلة للكثير منهم. ويعد القاموس العربي الاسترشادي للغة الصم في جزئيه الأول والثاني والدليل الشامل لمصطلحات الإعاقة والعقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من المبادرات التي تؤكد على العزم العربي في المضي قدماً لتحقيق المصلحة المثلى لأحد أهم الفئات في المجتمع وهم الأشخاص ذوي الإعاقة. كما شهدت المنطقة العربية تقدماً ملحوظاً في هذا الإطار وضمن منظومة جامعة الدول العربية التي تمثل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأولوية متقدمة في عملها. ورغم التحديات والصعاب إلا أن الدول العربية عاكفة على مواصلة مسيرتها الرامية إلى الدمج الكامل لتلك الفئة الهامة في المجتمع. وفي إطار السعي العربي لتنفيذ خطة 2030 وتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة المواثيق العربية والدولية ذات الصلة، ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها العديد من الدول العربية، فقد حققت الدول العربية إنجازات مقدرة في هذا المجال. وتتضمن الإنجازات العربية مجال البيانات والرصد، مجال المؤسسات والمنظمات المعنية والسياسات والتشريعات، ومجال الخدمات العامة والتعاون الدولي. كما تجدر الإشارة إلى التأكيد على أبرز إنجازات الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ودور منظومة جامعة الدول العربية في تعزيز جهود دولها الأعضاء في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة. البداية مع أبرز إنجازات المملكة الأردنية الهاشمية والتي تقوم بتوفير خدمات الرعاية المؤسسية المتكاملة للمعاقين وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم في ظل تشريعات وقوانين عديدة تم سنها عبر السنوات الماضية تضمن حقوق المعاقين في كافة مجالات العمل والتعليم. للحرص الدائم من المملكة الأردنية الهاشمية في إقامة الفعاليات والأنشطة المتعددة لذوي الإعاقة ورصد المخصصات المالية لتنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة بالدمج المجتمعي. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تم تشكيل المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم الذي يضم في عضويته 6 أعضاء من ذوي الإعاقة وإنجاز القاموس الإشاري للصم وكود المباني والذي يهدف إلى سهولة وصول واستخدام أصحاب الهمم لكافة المباني ووسائل النقل. أما في مملكة البحرين فقد حرصت على إصدار تشريعات وقوانين وقرارات وزارية راعية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة للتوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك البروتوكول الاختياري في مدينة نيويورك الأمريكية. وفي الجمهورية التونسية فقد حرصت على إعطاء الحق للأشخاص ذوي الإعاقة بالمشاركة في الحياة السياسية وتمكينهم من ممارسة كافة حقوقهم في ظروف ملائمة، إضافة إلى إنجاز الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار برنامج توأمة مع الاتحاد الأوروبي. أما في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
فقد ضمن الدستور حق مجانية التعليم للأطفال المعاقين دون إقصاء، وكرسه قانون حماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم، كما فعلت مجانية النقل أو التخفيض في التعرفة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي المملكة العربية السعودية سنجد حرص المملكة على إنشاء مراكز تقوم بتدريب وتأهيل الأشخاص شديدي ومتوسطي الإعاقة الذين لم يتمكنوا من الاندماج في مدارس التعليم العام، إضافة لاعتماد برنامج الرعاية التأهيلية المنزلية لذوي الإعاقة يقدم خدماته في 19 مدينة ومحافظة من خلال 72 فريقا طبيا متخصصا. أما جمهورية السودان التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها في إبريل من العام 2009، فقد كفل الدستور الانتقالي لها كافة الحقوق والحريات الأساسية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي إنجازات جمهورية العراق، فقد أعفت المعاقين من الضرائب ورسوم وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تخفيض أسعار تذاكر السفر الجوي لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بمقدار النصف، وإقرار مجانية التأمين الصحي لهم. وفي سلطنة عمان، فقد دأبت على تشجيع ودعم إشهار جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة والتي بلغ عددها 8 جمعيات أهلية، هذا إلى جانب دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفقا للنظام الأساسي للدولة. أما في دولة فلسطين، فقد تم التوقيع على تصديقات للانضمام ل19 اتفاقية دولية، 8 منها تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى قيام دائرة الإقراض بمنح مشاريع على شكل قروض للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي دولة قطر، تم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتعيينهم على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم العلمية، هذا إلى جانب المصادقة على اتفاقية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2008. أما في دولة الكويت، فقد أكدت رؤية الكويت 2035 وحثت على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني وتعزيز القدرات البشرية والفاعلية المؤسسية للوقاية والاكتشاف المبكر والتشخيص وإعادة التأهيل للإعاقات. كما نجحت الكويت في إزالة الحواجز التي تحول دون اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً واقتصادياً وتعليمياً، كما تعمل على إصدار كود الكويت بهدف وضع المعايير الهندسية اللازمة لتصميم بيئة سهلة الوصول وبما يتلائم مع استخدامات الأشخاص ذوي الإعاقة. في الجمهورية اللبنانية، وبفضل الإرادة والطموح، نجحت المؤسسات والهيئات الحكومية في إخراج ذوي الإعاقة وأصحاب الهمم من دائرة الاعتماد إلى دائرة الاندماج والمشاركة جنبا إلى جنب مع أقرانهم في المجتمع، كما تسعى لبنان في أن تكون في الصف الأول في مجال رعاية المعاقين. تعمل دولة ليبيا على جمع كافة الأطراف المعنية لوضع استراتيجية واضحة للاستفادة من برامج المنظمة العالمية، وفتح مركز داخل ليبيا من شأنه أن يعالج كافة الحالات الصحية خاصة حالات البتر وفقدان الأطراف. ووفقاً للإحصائيات، يوجد أكثر من 5300 حالة بتر، أغلبهم من الشباب. أما في جمهورية مصر العربية، فقد تم مؤخراً توسيع قاعدة المستفيدين من معاش كرامة
الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة لتشمل كافة محافظات الجمهورية، كما تم تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي إلى الأشخاص ذوي الإعاقة مع ضمان توفير كود الإتاحة في المباني. وحرصت المملكة المغربية على دمج بعض الإعاقة في المخططات الوطنية والبرامج الترابية للتنمية وإدراجه في الميزانيات القطاعية، بجانب تمكين نحو 200,000 شخص مع أسرهم من خدمات التأهيل وإعادة التأهيل. وتم إنشاء إدارة مركزية للأشخاص ذوي الإعاقة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بجانب المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري سنة 2010. صادقت اليمن على الاتفاقية الدولية بشأن التأهيل المهني والعمالة لذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما قامت اليمن بتأسيس اللجنة الوطنية العليا لرعاية المعاقين في العام 1991. إن الحكومات العربية وجامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب عاكفون على مواصلة مسيرة النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الكامل في المجتمع وتيسير حصولهم على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكاملة بشكل يوفر لهم حياة مستقلة ومستقرة على قدم من المساواة مع باقي فئات المجتمع.